أهلا وسهلا فيك بأوتيلي. حضرتك بتهتم بكل زبون لحاله؟ أبدا، مو كل الزباين. شو المطلوب؟ ليك يا أبو طاي، رح أكون واضح معك. اليوم أنت ضيفي، كل وشراب وانبسط قد ما بدك، بس بكرة بتضب أغراضك وبتمشي وبتترك الأوتيل. السبب؟ ما بدي اياك تكون قريب من جيهان، بعدين هي كمان ما بدي اياك. بالمختصر ما حدا بده اياك هون. انت شو دخلك بجيهان؟ وعم تتدخل بحياتها بصفتك شو؟ بفهمك، كل شي بخصه لابني بدي اتدخل فيه. اها، وهذا ابنك مين بيكون؟ عروة. انا بكون ابوه لعروة. وانا اب كتير منيح، وكرمال ابني مستعد اني امحيك عن وش الارض. ما تنسى هالحكي، اترك البنت بحالها. معلم، وصلنا خبر. الرجال اللي عم تشوفه فتون خانوم عنده شركة أمنية بيشتغل بالخاص، يعني محقق. محقق؟ فتون شو بده يكون إلى شغل مع محقق؟ رح أفهم لك السيرة. ألو عمي حقي، أنا جود. نحن كتير مناح، بس بدي أسألك شغلة. أنت شو بتعرف عن أبي؟ ما بتعرف عنه شيء؟ لأنه ممدوح صاين طلع هو أبو العروة. قلت لحالي يا ترى ممكن يكون أبونا كمان؟ أنا اختلطت الأمور علي شوي، انسى. يلا بشوفك.